معانا مدام امال والده الطفل شنوده. وبجد انا مش عارفه اشكرك ازاي، اولا على استجابتك ان انت تكوني معانا. بالتاكيد طبعا احنا يهمنا جدا جدا انك تكوني معانا عشان تشرحي لنا اللقاء اللي حصل واللي شفتيه واللي عرفتيه بالتفصيل يا مدام امال، بالتفصيل لو سمحتي، لان انا عارفه فيها خبايا كتيره جدا ربما حضرتك ما قلتيهاش في القنوات السابقه، لكن ان شاء الله هتقولي كل حاجه في كل الفيديوهات السابقه. في حاجات انا لما سمعتها وقفت عندها، وعشان كده طلبت من حضرتك لو سمحتي تيجي، عشان هم ما سالوكيش اسئله، لو سمحتي لي انا اللي هسالك الاسئله دي. اهلا وسهلا بيكي، وكل سنه وانت بالف خير يا رب، انت والاستاذ فاروق وكل حبايبك، وباذن يسوع الشنوده يكون معاكي في اقرب وقت. يا رب يخليك. اهلا وسهلا استاذه ماليه، كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وانت بالف الف خير يا رب. انا عارفه طبعا قلبك شكله ايه دلوقتي، بس عشان لو سمحتي نكشف ونحط النقط على الحروف، انا عايزه تشرح لنا من البدايه خالص. انت ما كنتيش طبعا زي ما سمعنا في الفيديوهات، انا سمعت كل الفيديوهات وانا متابعاكي كويس قوي، ما كنتيش تعرفي ان انت رايحه تشوفي شنوده، مظبوط؟ ما كنتش عارفه ليه، عشان الاستاذ كرم غبريان كان قايل لي انا قدمت طلب اقدم انذار للدار. قال لي قدامه يعني كان من كده ويجي، انا ما كنتش عارفه ان هو كده. اوكي. انا طبعا الاستاذ نجيب اتصل بيا. ايوه. وقال لي عاوزك الصبح، ما قاليش على حاجه، قال لي عاوزك الصبح. اوكي. فحتى ابوه قال لي ايه؟ قال لي انت هتروحي تشوفي شنوده؟ قلت له لا طبعا، ازاي هشوفه وازاي الطلب ما جاش؟ والاستاذ نجيب الاستاذ كرم غبريان قال لي قدامه كانون. صح، لان هو كان معانا الخميس اللي زي النهارده بالظبط استاذ كرم، وقال لنا ان هو قدم الطلب النهارده الصبح، يعني هو كان زي دلوقتي بالنسبه لكم الساعه 10 11 بالليل، فهو قال انا رحت النهارده الصبح وقدمت الطلب. طيب انت رحتي الطب الشرعي اللي في زينهم، لما دخلتي لقيتي في موظفين هناك؟ هو كان في، بس طبعا حضرتك احنا وقفنا كمان قدام الباب استنينا العربيه لما جت، جايه عربيه مليانه. يعني انتوا وصلتوا الاول قبل ما شنوده واللي معاه يوصل؟ احنا وصلنا قبل ما هم يجوا. اوكي. لما دخلتوا العربيه اولا كان فيها ناس ومع شنوده مش كده؟ تقريبا عددهم كام؟ هم جايبين الواد وجايين والرجاله وراهم، وطبعا دخلوا بالواد، انا جيت اخدم الواد. لا خلينا مدام امال انا همشي معاكي خطوه. معلش سامحيني همشي معاكي خطوه لان في التفاصيل اللي حضرتك هتشرحيها فيها تفاصيل دقيقه جدا يمكن محدش هيلتفت للكلام فيها، فانا عايزاكي معلش سامحيني واستحمليني. قولي الجمله وانا هسالك السؤال اللي بعده، قولي الجمله وانا هسالك السؤال اللي بعده. انت وقفتي زي ما بتقولي دلوقتي، وقفتوا على الباب استنيتوا شنوده واللي معاها لما جم، وجم في عربية، وكان معاه كام عددهم كام تقريبا؟ هو تقريبا 6 رجالة وتقريبا 2 ستات. 6 رجالة؟ 7 رجالة و2 ستات. 7 رجالة و2 ستات، ده غزوة يعني. بيت طبعا والمديرة. وحتة عصفور في وسطهم. طبعا مش باين. انا بقول لك عصفور في وسطهم. ضاريين. 7 رجاله و6 رجاله و2 ستات وهو عصفور في وسطهم. انت طبعا شفتيهم لما وصلوا. طيب العدد ده كله. شفتهم. العدد ده كله انت ما حسيتيش هم ليه جايبين العدد، او يعني ما سالتيش نفسك هم ليه جايين بالعدد ده كله؟ ما هو بصي، لو هو مجرم
ولا قاتل ولا عامل مش هيجي معاه ده كله. اه عشان كده بسألك، ما خدت يعني ما جاش في بالك هما ليه جايبين 6 رجالة او 7 معاهم؟ ما عشان ما اقدرش اروح للنيه بقى، عشان ايه؟ كل واحد كل واحد شوية. عشان ايه؟ عشان يمنعوني اروح جنب الواد اشوف الواد كويس. اه طب انت لما الولد جه وانت قربتي منه هما حاطوكي، وخصوصا الرجاله دول، ولا ما كانوش محاوطينك؟ ايوه كانوا ايوه واقفين بعيد؟ واقفين. لا واقفين جنبينا جنبيكي. حضرتك خليك احضرني كده، احضرني وبعد كده ايه نزلوه. جيتي نزلوه تاخدوني، مني. راحوا واخدينه منك. اه جيت احضرني وبص وعيط، راحوا خدوه مني نزلوه. قال لي معلش معلش عشان بس ايه الواد ما يتخضش. يتخض من ايه؟ ده يتخض من منكم انتوا جايين رحله عصابه. عشان ما يتخضش. طيب انت حسب ما انا عرفت ان انتوا كنتوا في الطب الشرعي اللي في زينهم، هل تم الكشف الطبي عليه في الطب الشرعي؟ لا لا ما فيش حد كشف عليه. ليه؟ هو ورقه خدوها ودخلوا بيها جوه وبعد كده طلع تاني بيها. طب ليه ما تمش الكشف الطبي عليه؟ امال هو جاي ليه؟ قالوا رفعوا رفعت. انا ما اعرفش بقى، ما اعرفش عملوا ايه جوه، ما اعرفش. بس الواد كان معاهم من بره، ما كانش جوه، ما دخلش. طيب لما مشيتوا من زينهم، حسب ما عرفت منك ان انتوا رحتوا رمسيس، قالوا لك روحوا رمسيس ليه؟ انا ما سالتش بقى، هم قالوا مثلا رمسيس عشان في ورقه ما اعرفش يتوزعوا الخزنه ولا ايه، ما اعرفش. الخزنه رسموها من عند واحد هناك وخلاص على كده. طيب ده معناها ده معناها ان في رسوم لازم تدفع عشان يتم الكشف الطبي على الولد، صح؟ ممكن طيب ممكن كده. الرسوم دي ما كانش ممكن تدفع في يوميها ويتم الكشف الطبي على الولد في يوميها، ولا قالوا لك لا ليه؟ انا ما دخلتش معاهم يا استاذه ناديه. ما هو نجيب موجود، ما هو نجيب موجود نيابة عنك. هو نجيب دخل معاهم ولا ما دخلش؟ دخل معاهم. طيب المستشار نجيب جبرائيل لما دخل معاهم وخرج ما قالكيش أي حاجة؟ لا هو اللي أنا فهمته منه قال إن في رسومات تدفع في الخزنة وبعد كده الكشف الطبي بعد العيد. بعد العيد. طيب خلينا في بعد العيد، مع ان النقطة دي مهمة جدا، لكن خلينا في حاجة تانية. خلينا في حاجة تانية. انت شفت الصليب على ايد؟ طبعا شفت الصليب على ايد. انا ب... ب... انا 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 كل ما اجي اقرب يم الواد يخشوني، بس لمحته بس كده، لمحته كده. كل ما اجي اقرب يم الواد يخشوني. يعني ما مسكتيش يعني ما مسكتيش دراعك كده؟ شوف خليكي معايا مدام امال، يعني ما مسكتيش الدراع كده وبصيتي في الصليب اللي هو في ايده؟ ما بصيتيش فيه؟ لا انا لمحته موجود، بس ما اتاكدتش ان هو الصليب اللي انا عاملاه له ولا غيروه. الله ينور عليكي، هو ده اللي انا عايزه اوصل له، او ده كان السؤال اللي بعد كده. يعني انت ما تعرفيش ان الصليب اللي في ايده اللي مجرد ان انت لمحتيه هو الصليب اللي انت دقيته له ولا لا؟ هو ولا مش هو؟ انا بقول لحضرتك، انا كل ما اقرب يم الواد يحشوني. يبقى انا عايزه انا لمحت صليب في ايده. يبقى انا عايزه اكد ان انت لمحتي صليب في ايده، لكن مش متاكده ان هو ده الصليب اللي انت دقيته له ولا لا، صح كده؟ ايوه انا كان نفسي بس اعار ايده كويس واتاكد منه، لكن ده ما حصلش. لا لا. طيب المستشار نجيب قال ان انت قعدتي معاه ساعه ونص، حصل؟ ازاي اقعد معاه وهم مانعيني حلته؟ ماشي احنا كنا ساعه ونص، بس انا ما عرفتش يم ابني. كل ما اروح يم ابني يحشوه مني.
طيب يا معنى كلامك كده ان الكلام اللي اتقال في الفيديو ان انت قعدتي معاه ساعه ونص وقعدتي تحضنيه وتلعبي معاه وتبوسيه ومش عارف ايه، ده ما حصلش. ده احنا وطالعين خدته وحضنته وقعدت ابوس فيه وبعد كده اخدوه مني بس. يعني تعتبر 5 دقايق. يعني مدى الارض يم الواد؟ يعني مدى الارض يم الواد؟ اه يمنعوه. حلو. جيت قعدت على حيز ثانيه. وراني التابلت بتاعه، التليفون بتاعه، وراني صور البابا كرولس وصور هو وباباه بيبوسوا بعض. الواد خلاص هيمسك التليفون مني وهيقلب، راحت للمديره حاجته منه وعطته تليفون تاني. اقول له شنو ده؟ تقول له يوسف، يا يوسف انت اسمك يوسف عبد الله محمد. كل ما اقول له يعني هي كده بتعمل له انفصام في الشخصيه. صح. كان عنده شخصيه ما فيش بعد كده. الشخصيه اللي كانت عنده ولا واحد عنده 18 سنه. دلوقتي الواد متدمر خالص. لا استني، انا لسه عايزاكي، انا عايزاكي توصفي لي الواد لو سمحتي. عايزاك توصفي لي شنوده ساعه ما شفتيه وعينك جت عليه. ممكن توصفه لي؟ كان اولا الصوره اللي متداوله واللي بيقال انها الوحيده اللي المفروض انها تم تصويرها، نظره عين شنوده ليكي تحس ان هو تايه، تحس ان هو مش هو ده شنوده. انا بصيت لعينيه او قعدت، صدقيني قعدت ابص لوشه وهو بيبص لك اهي الصوره دي، زائد اللي انا عامله عليها الدايره الزرقاء دي، شايفين ايد المديره واصله لغايه فين؟ شايفين؟ انا عايزه الساده المشاهدين، انا عايزه الساده المشاهدين يتقبلوا في الصوره. كأن عتاب الواد بيقول لي هو انت امي ولا الوحشه اللي بيقولوا عليها؟ ما ممكن يقولوا له حاجه وحشه عليا، ممكن يقولوا له ان هي دي سابتك وماشيه. وعينين الواد متنفخه. انا عايزه اعرف الفين حقوق الانسان المفروض حقوق الطفل ده. استني استني استني، انت قلتي عينين الواد ايه؟ ايوه متورمه متنفخه خالص يا استاذه ناديه. عينين الواد منفخه؟ منفخه خالص. الواد عاوز، انا عاوزه حقوق الطفل فين؟ يكشفوا لي على الواد كشف كامل، كشف كامل على الواد. الواد اكيد فيه حاجه، الواد مش طبيعي، مش طبيعي خالص. ده موضوع تاني خالص. مدمرة. استني يا مدام امال، ده موضوع تاني خالص خالص خالص. انا سالت امبارح دكتور علم نفس. اسمعيني اسمعيني لو سمحتي عشان النقطه دي مهمه جدا. سالت امبارح دكتور علم نفس على الطفل شنوده وعلى الصوره، لان ما احنا لا نملك غيرها. فسالته كذا سؤال، بس من خلال هذه الاسئله هقول لك اللي المفروض رحمتك يا رب تطلبي من هيئه الدفاع الثلاثه المستشارين ان هم يطلبوا يقدموا طلب للنيابه، يطلبوا طلب من النيابه بتحليل دم الطفل شنوده. ليه؟ لان سهل جدا يكونوا بيدوا له ادويه سواء بالشرب او بالحقن وتكون هي اللي مخلياه مسلوب الاراده بالشكل ده، او عينيه زي ما انت قلتي عينيه منفخه. ايوه الواد، بصي الواد غير، يعني ملوش اراده خالص. الواد زي الحلقه، يعني فاهمين، زي الحلقه كده. الواد ما فيش حلقه منه، ما فيش استجابه منه في اي حاجه. ده سهل جدا فعلا يكون مدينه حاجه، مشربينه حاجه او مدينه حاجه بحيث ان هو يبقى بالشكل ده زي الشخشيخه في ايديهم. تعالى هي انت بتقولي لما انت قلت له يا شنوده، هي ردت وقالت له انت اسمك يوسف عبد الله محمد؟ انت اسمك يوسف عبد الله محمد. انت كذا مره ترددها له، والواد مش قادر ينطق، مش قادر ينطق لغايه ما غصبت على الواد ينطقها كمان. غصبت على الواد ينطقها. في الاخر تقول له ايه؟ بصي في الاخر تقول له ايه؟ تقول له انت حفظت حفظت الايه اللي عطيتها لك؟ ايه؟ يعني انت بتقولي لي كده، بتقولي لي كده قدامي عشان تغيظي فيا ولا عشان ايه؟ ولا عشان انت سمعتي ان انا سجلت لك كلمه ان انت طولت الوقت، فانت بتغيظي فيا
بيحفظوه ايات. وانا ما كانش قصدي، وانا تعرفني اصلا كانت مصممه الوضع. انا نفسي اسمع صوت ابني، اسمع صوت ابني، سمعت صوت ابني، ما اعرفش ان هي مصممه ابني. طب ممكن يا مدام امال نقول مصممه؟ طب ممكن يعني نقول يعني على ابنك كده ان انت مثلا تصوم ابنك 4:30، وفي الاخر لما شرب ميه وكان عطشان تعاقبيه تقولي له شربت ليه؟ طب خليكي معايا في السؤال ده، مش يعني ممكن يكون الحاله اللي هو فيها لانه ما شافكيش بقاله 11 شهر، ولا ما تعتقديش ان ده يكون السبب؟ لا، هو الواد اكيد في حاجه، الواد في حاجه، الواد لازم يتكشف عليه كشف كامل. طيب مين الشخص اللي هو في الطب الشرعي نداه له وقال له يا شنوده يا شنوده ازيك يا حبيبي؟ انا واحد ما اعرفش كان في الطب الشرعي، ولا واحد طالع يكشف، ولا واحد يعمل ايه بصراحه. فبينده له بتقول له، بيقول له يا شنوده انا عمه، انا جدي يا شنوده، جده جرجس. قام تقول لي ايه رد على عمك، وبعد كده قالت له ايه انت عارف عم حسن؟ عم حسن هو انت هتعزم عم حسن على ايه؟ انت ايه بتقولي ليه مثل الواد كده؟ بس انا ما رضيتش اتكلم، انا غبيه، بقي اتكتم، بقي اتكتم في الموقف، يعني ما عرفتش اتكلم. الموقف اللي انت اتحطيتي فيه خلاكي مش عارفه تتصرفي. الموقف كان جيت واقفه كده ابوس ايدي، يعني هي واقفه زي الصنم قدامها. استني عشان بس نوضح النقطة دي للسادة المشاهدين. كان في حد سواء موظف أو حد موجود في الطب الشرعي، حتى ولنفترض ليه حاجة جاي لا يقضيها يخلص شغلانة هناك، ولما شاف شنودة واقف أو موجود معاهم قال له أنا جده جرجس يا شنودة إزيك يا حبيبي. فهي الحلوة المديرة لما سمعت جرجس، كلمة جده جرجس، حبت تشوشر على الولد عشان أولا لا يستمع، وثانيا ما يردش، وثالثا تشيل كلمة جرجس من تفكيره. فقالت له عمو حسن، فاكر عمو حسن اللي في الدار، و و و هتجيب له ايه، هتلعب معاه أو أي حاجة، بحيث إنها تشيل منه أي حاجة ليها علاقة بديانته المسيحية. يعني جده جرجس ده او عمه جرجس ده ما هو مسيحي، لا هي عايزه تمحي ده، تغسل له مخه من المسيحيه، ويبقى نجيب له البديل بتاع جده جرجس، نكلمه عن عمه حسن اللي في الدار اللي المفروض ان شنوده يعرفه. الله عليكم، الله، ده ايه الحياه اللي انتوا بتهيئوها للولد ده؟ تقول له ايه يا استاذه ناديه؟ ايوه عارفه تقول له ايه؟ لما انا بقول له شجره كريسمس يا حبيبي في التليفون بتاعك، التابلت بتاعك، بتقول له ايه؟ ايه يا يوسف، انت يا يوسف اسمك عبد الله محمد يا يوسف، انا جايبه لك شجره كريسمس نزوقها انا وانت وعم محمد وعمه مش عارفه حسن وماما ابتهاج، مش انا ماما ابتهاج، وعندك ماما امل، وعندك ماما مش عارفه اسمها بسمه ولا اسمها ايه؟ سميت له كذا ماما، كذا ماما. أنا مش عارفة بصراحة، أنا كده يعني مش عارفة الواد بصراحة. طب استنى، يعني الواد تايه، الواد كده تايه خالص خالص. في ناس كتبت كتير على إنه يا دول مهتمين بيه قوي وهدومه حلوة. مهتمين بيه؟ طب أنا أقول لك المهتمين بيه يا أستاذة نادية. اتفضلي. إيه الفايدة جايبين له جاكيت؟ جاكيت جديد، وبنطلون جديد، وكوتش جديد، والقميص اللي من تحت قديم. القميص قديم؟ القميص من تحت قديم، والمياه دايبه. عرفت منين انه قديم؟ من بره كده صوره، من بره صوره، عرفت عشان الناس تقرب، يعني ان احنا مهتمين بيه. اللياقه بتاعه يعني القميص اللي لابسها مقطعه او دايبه؟ قديمه، قديم قديم قديم، عشان مش باين من الجاكيت. في الصورة دي طبعا السادة المشاهدين شايفين الصورة، هي كانت قريبة جدا منه اهي، واضح جدا انها شايفة الجاكيت وكمان القميص اللي تحته. خليكي ثانية، ثانية واحدة يا مدام امال، مدام امال خليكي معايا ثانية واحدة بعد اذن. زي ما انتم شايفين ان عينيها عينين مدام امال على
الطفل شنو ده وهي بتبوس ايده. فطبعا لما يكون هو في وشها على طول فهي لمحت لياقة القميص الدايبة المقطعة اللي هو لابسها. يعني لو كانت الناس اتغرت في انه لابس جاكيت جديد وجزمة جديدة فهم ملبسينه تحت هدوم مقطعة. طب يا ترى الميزانية اللي حضرتك يا حاجة نيفين بتاخديها من الدولة بالإضافة للتبرعات اللي بتجيلك من الناس، ورحتي حضرتك عملتي نفسك شاطرة ويعني مش عارفة اسمك ايه، ورحتي تبرعتي بخمسة وسبعين مليون جنيه لمستشفى 57، ما كنتيش قادرة تصرفي على الأطفال اللي انت بتلبسيهم هدوم مقطعة والتبرعات اللي بتجيلك بالهبل للدار ولكل الدار اللي تابعة ليكي؟ التبرعات تخليكي تخلي طفل زي ده يلبس قميص مقطع؟ وما خفي كان أعظم الأكل الشرب البطاطين اللي في الدار، لأن طبعا مفيش حد بيفتش ولا حد بيشوف، لكن القميص مقطع على طفل زي ده المفروض ان انت تتحكمي عليها ونقولك فين الفلوس اللي بتاخديها من الدولة، فين التبرعات؟ ده في مصانع بتجيب لكم لبس وبطاطين وبلاوي متلتلة، بتوديها فين؟ كملي يا مدام أمان، كملي وصفي شكل شنودة لو سمحتي. هو شكل الواد بصراحة شكل الواد مدمر. أنا دلوقتي عاوزة اللي هي بتقول حقوق الطفل وحقوق الإنسان، لا المفروض يكشفوا على الواد، يكشفونا على الواد، لأن الواد كده مدمر خالص نفسية الواد. يعني بس منظر صورة الواد دلوقتي والأول، الواد خافف خالص وعينيه مش مفتوحة، مش عارفة الواد بيعملوا له إيه بصراحة، معرفش. طيب احنا انت عندك اي معلومه تانية مدام امال؟ امتى في حاجه، اي حاجه قريبه سواء الطب الشرعي سواء اي حاجه غير الجلسه يوم 4 فبراير؟ لا ما عنديش اي حاجه. اوكي. ده البنطلون حتى لبس الورد، بص رجليه زي الفتله، رجليه زي الفتله الورد. بس هي دي الموضه، هي دي الموضه اللي العيال بيلبسوها دلوقتي، اللي هي البنطلون الزمارة ده زي ما بيسموه، ان هو بس الواد خس خالص، الواد يعني خافف. ما هو انت ما تدوريش على الخساسان لانه في حاله نفسيه ربنا يكون في عونه عليها. يعني انا متخيله الغسيل المخ اللي بيعملوه له والعياط اللي هو فيه والحاله النفسيه اللي هو فيه وتشتيت ما بين الام والاب، يعني كان عنده. انا خليكي معايا يعني عايزه اقول لكم حاجه بس لما مدام امال تكمل، واتمنى ان انت تسمعيني بعد ما تقفلي التليفون كمان. عايزه تقولي اي رساله بس من فضلك، من فضلك بلاش الاستغاثه بالرئيس، بلاش الاستغاثه بالرئيس، لان بصراحه واقف ورقه ما قلتيش مين هو؟ المستشار كرم غبريان والمستشار احمد مير الله يبارك لهم بصراحه واقفين وقفه كويسه، والمستشار نجيب جبرائيل يعني ربنا يبارك لهم، وبرضه يعني هم المفروض يطلبوا من حقوق الانسان يعملوا كشف على الواد، يعني كده انا يا الواد انا بصراحه انا كان نفسي اشوف الواد، بس شفت الواد حزنت. احنا ما بننامش، انا بعيط الليل كله، بعيط كل على المنظر اللي شفته في الواد. انتوا قعدتوا قد ايه في طب الشرع اللي في زينهم يا مدام امال؟ قعدتوا قد ايه وقت؟ يعني ممكن يعني احنا لما رحنا كان ساعة كده، ساعة وربع. وفي رمسيس؟ رمسيس حوالي نص ساعة او اقل. في المكانين طبعا معروفين الواد، انا مش قاعده مع الواد، يعني انا واقفه كده زي واقفه، واحده قاعده يطلع على الحرف وواحده قاعده جنبيها، ما خلينيش اقعد جنب الواد لغايه ما كنت واقفه بره، راحت خدت الواد ودخلت دي، راح الاستاذ نجيب قال لها ايه انت واخده الواد ليه من امه؟ قالت له لا احنا هنخش نقعد جوه، قعدت جوه واحده قعدت على الحرف واحدة قاعدة جنبيها، وأنا فضلت واقفة كده جنب الواد. قعدوا بقى يكلموه، إيه أنت اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ يوسف عبد الله محمد. إيه
يعني من انت هما بيقولوا على شجر الكريسمس. طيب لو سمحتي، اولا اشكرك جدا جدا على يعني ان انت واقفه بجد صلبه، ان انت قويه، بس كمان مره ارجوكي ما يعني بلاش تستغيثي بالرئيس، لان الرئيس مش اولا استغاثاتك السابقه كلها اكيد سمعها، هو ما فيش في ايده حاجه يعملها، انا بقول لك علانيه اهو، هو ما فيش في ايده حاجه يعملها. ممكن اقول لحضرتك؟ اتفضلي. هقول لحضرتك لو مش في ايده الانسان في ايد ربنا طبعا، بس كده ربنا ما عندهوش مستحيل. صح صح، برافو عليك. يعني الغار مستطاع عند الناس استطاع عند الله. الله طبعا. وعلى فكره المزمور اللي قلتيه بدري الايه؟ الرودة حافظه. المزمور مزمور 23، الرب راعي. طبعا، وعشان كده ان سار في وادي ظل الموت لا يخاف شرا. ما تخافيش على شنودة بالرغم كل اللي احنا شايفينه ده، حظه هو يحفظه ان شاء الله باذن يسوع يرجع لك، باذن يسوع يرجع لك. اشكرك جدا يا مدام امال، واشكرك على المعلومات اللي قلتيها واللي كشفتي فيها حقائق يمكن ناس كتير ما كانتش تعرفها ولا تسمع عنها ولا تعرف عنها حاجه. اشكرك جدا، وربنا ان شاء الله يرجع لك شنوده في حضنك وتضميه تاني وترجعي تاني زي ما كنت. اشكرك يا مدام امال.